السلام عليكم اخوان. اليوم بدنا نشوف الطريقه اللي في ناس تسال كثير عن طريقه العزل. في العزل انواع، بس هذه الطريقه بدنا نجربها ميدانيا. انا حبيت افرجها للشباب حتى الجميع نشتغل عليها، مش انه بس نسمع الكلام ونطنش. رجاء انه الجميع يشارك ويثبت هذه التجربه، لانها مهمه كثير كثير، يعني بحاجه انه الشباب يتساعدوا معنا، مش انه يتفرجوا يروح يثبت يقول طلعت ميدانيا جربتها. انت شو بدك تجرب؟ يعني شغلتها بسيطه يعني. فرجاء انه يعني كل ساهم، اي طريقه بسيطه يا اخوان. هاي قدامي انا، والله اخوي هاي قدامي ذهب ماشي. صور جاي ابو محمد، ارجع ورا شوي عشان اعطيك صور كامله. عادي وقف ماشي، فركت السياخ في الارض تمام، وبرجع فوق. اسال عن طريق السيخ شو نوعه وشو صنعته، اي سيخ، اي قياسات هذه انا ما اخذها علي، بس هو 60 في قياس بول كامل ماشي. هذول الرؤوس واحد حاق عليه زي بقول راس نحاس عاديات يعني، ما في هذاك الاشي يعني. ومش مهم لو ما كان المجردات، ما في مشكله. الفكره بالطريقه، فبتقدم نحو هذا الاكس فوق الذهب. حلو، اكس معي فوق معدن الذهب قطعة وجودي خارجية سطح السطح. قرب الله شوي عشان اسمع صوتي. شوف الطريقة، برجع هسه بدي اعزل، هسه بدي اعزل الذهب، بدي يعطيني هسه انفراج. ارجع بالله محمد وصور من بعيد. هسه لازم ايش؟ هسه لازم لما يصير فوق الذهب ينفرج مش يأكس، لاني يعني انا بعزل، عزلته انا. هسه بمشي فوق الذهب. يا اخوان اذا اعطاك اكس ارجع معي اعزل، اعزل مره ثانيه. اعطاك اكس ارجع مره ثانيه اعزل، حتى يعطيك لما تصير تجي الذهب لازم يعطيك انفراج، لازم يعطيك انفراج. الحين في عندي هدف مخفي ميدانيا، مثلا انا طالع ميداني اعطاني نقطه اكس عليها، بدرجع هسه بسوي هذه الحركه برجع على النقطه الميدانيه اتوجه عليها. باخذ مثلا لازم يكون اتجاهي من جنوب للشمال، اتجاهي من جنوب للشمال، بتاخذ من جميع الاتجاهات بس مبدئيا من الشمال، من الجنوب للشمال. فهذا موجود نقطة عندي اتوجه عليها. اعطاني انفراج، اعطاني انفراج. شو معنى هذا الحكي؟ برجع بفرغ، انا فرغت الان، لما فرغت معناته ايش؟ بده يرجع يعطيني اكس، بده يرجع يعطيني اكس على معدن الذهب. شوف اعطاني اكس، هسه بدي اعزل. لازم يعطيني انفراج، اذا ما اعطاني انفراج برجع مره ثانيه بمرر بالسياخ. اعطاني انفراج، هذا مش عامل نفسي، هذا شيء واقعي، كل واحد بيقدر يجرب يا اخوان. هسه اعطاني انفراج، هسه برجع على نقطة الصفر اللي انا حددتها. اعطاني انفراج، معناته شو بده يكون المعدن؟ بده يكون المعدن ذهب. نفس الشيء، أنا عزلت بده يعطيني نفس المادة الموجودة اللي أنا عزلتها، انفرج عليها ما تصح. يعطيكم العافية يا إخوان.